بكافي معكم عالم الصباح، وخلينا نحكي. بدي نرحب بضيفتنا يارا الحركه، منسقه المشاريع بجمعيه دير وورلد. انت معنا اليوم رح نحكي عن مشروع يلي رح يصير الاحد بقد ايه الشهر؟ اثنين. باثنين الشهر صحيح. رح يكون تحت عنوان اكثر من لاجئ. المشروع بيتعت او يمكن اكثر بضوي بيسلط الضوء على اللاجئين السوريين الفلسطينيين، ممكن كمان جنسيات اخرى، ولكن رح نعرف عنهم اكثر وعن المشاكل اللي بيعانوها وكيف عم يحاولوا يعني من يمكن رحم الاوجاع والمعاناه يقدروا يعملوا شيء ويكفوا حياتهم. ولكن قبل ما نرجع على هذا الموضوع، خلينا بس نعرف عنكم كجمعيه، انتم مين انتم وايمتى انوجدتوا؟ اوكي، واهلا وسهلا فيك اولا. اهلا فيك، صباح الخير. اول شيء نحن جمعيه تقريبا تاسست من اكثر من 5 سنين. المؤسس تبعها بريطاني، هي ساره براون، بس كان نطاق الشغل قبل 3 سنين اكثر، عم نحكي بمناطق النزاع بافريقيا. من 3 سنين لهلا، وتحديدا من 4 سنين لهلا تقريبا، وقتها بلشت الازمه بسوريا، تحول النشاط اكثر لانه صار في عدد لاجئين كثير كبير بالدول العربيه، وتحديدا عم نحكي اكثر دولة عربية استقبلت لاجئين هي لبنان. يعني عنا تقريبا المسجلين حوالي 1.5 مليون لاجئ، هيدول الأرقام هذا المسجل. المسجل غير الأرقام الغير مسجلة. فبالتالي لقينا في ضرورة أنه ننقل هيدا النشاط ونشتغل على الأرض هون بلبنان، باحتكاك أكثر مع السوريين بشكل أساسي، وإنما كمان مع المجتمع اللبناني وكل الخليط الناس الموجودين بلبنان. نعم. هلا نحن شغلنا اكثر مركز على التعليم، يعني وبنهتم بنوعيه التعليم اللي بتتقدم بالمدارس، وعندنا مشاريع صغيره بنعملها مع بتعاون مع وزاره التربيه بلبنان، اللي هي لتحسين الانفايرمنت التعليم بلبنان. يعني منه عم نحكي الجو الدراسي، عم نحكي تدريب الاساتذه، عم نحكي حتى تامين تكنولوجيا جيده كمان، لانه نحن هلا كمان بعصر سرعه، فبحاجه انه نتطور المنهج التعليمي اللي عم يتقدم. فبشكل عام هيدا شغلنا، اطار شغلنا بلبنان. وانما يعني انتم مش بس متخصصين مع اللاجئين او لا هيدا، بس كانت هيدي فكره جديده يمكن، بس هي فكره مستجده لانه بحكم الظرف اللي انت فيه والحاجه يعني، والحاجه اللي على الارض، وبما انه نحن بلبنان حاليا يعني مثل ما ذكرت انه في عنا 1.5 مليون لاجئ عم نحكي، في منهم مدرجين ضمن مدارس، وفي اعداد كبيره غير مدرجه ضمن مدارس لكثير اسباب. حبينا نكون نحن، ولانه نحن بنهتم بالتعليم، حبينا كمان نكون عنا مشاركه او اضافه، بتمنى تكون إضافة جيدة يعني إن شاء الله. فإذا نشاط بعنوان أكثر من لاجئ اللي عم بتنظمه، فإذا جمعيتكم جمعية دير وورلد مع بالتعاون مع مبادرون، كمان صحيح. جمعية مبادرون هي صحيح، وكمان ميك سنس مزبوط، وبتنظيم من زيكو هاوس المعروف مزبوط. كمان صحيح. زيكو هاوس بمؤسسه مصطفى يموت. مصطفى يموت صحيح. اوكي، كيف انجمعتوا؟ مين اللي طلع بالفكره وشو الفكره؟ اوكي، نفوت دغري بالموضوع. نحن عندنا برنامج شبابي اسمه جلوبال يوث امباسادور، برنامج سفراء الشباب. نحن من خلال هذا البرنامج بنعمل على تدريب الشباب، على تمكينهم وتحسين المهارات تبعهم، ومن خلاله بنترك لهم افق ومساحه انه هن يقترحوا افكار اذا حابين يعملوا انشطه معينه على الارض يعني. فنحن بنامن لهم البادجت المناسب، بنامن لهم طبعا التريننج ليقدروا يعملوا. الفكره اكثر من لاجئ بلشت من تقريبا سنه مثل هالوقت. اوكي. اقترحتها صبيه اسمها منى، من احدى الشابات بالبرنامج. كانت الفكره لانه هي فلسطينيه بتعيش باحد مخيمات صور، وكانت هي حابه تفرجي انه، وهي تلميذه بالايوبي، فكانت حابه عم تفرجي انه هي عايشه بصور، فكانت تنزل من صور تنزل كل الاسبوع وبتطلع اخر الاسبوع عند اهلها. أوكي. فكانت حابه تفرجي انه مثل ما هي عندها هيدي التجربه، في كثير عالم مثلها عندهم هيدي التجربه، انه عم بحاولوا يتعلموا، عم بحاولوا يطلعوا من الصوره النمطيه السلبيه. صحيح. اللي بتنحط للاجئ، انه اللاجئ دائما بنتخيل انه بيتعلم فقيره، بس ما بيتعلم، هذا اذا تعلم، هذا اذا تعلم بالضبط يعني. صح. كمان نحن دائما بنقول عن اللاجئ او بنحط بنرسم له صوره سلبيه، انه دائما كل شيء سيء بالمجتمع سرقه،
هيدا بنربطها فيه، وانما نحن كنا عم نحاول نضوي على شيء ايجابي، انه هدول العالم اذا تامن لهم مساحه من التعليم فنحن كمان بنكون عم نخفف الاثار السلبيه عن مجتمعنا اللي نحن بنقول انه هن عم بيجيبوها يعني صحيح. بطريقه او باخرى. فكانت الفكره من هون، عملنا مسابقه تصوير سنه الماضيه وحبينا نطور هذه الفكره هالسنه، فلقينا انه افضل طريقه تطوري هالفكره انه الناس تحكي عن تجربة تجربها الناجحه، وفي كثير عالم عندها تجارب ناجحه. نقينا مجموعه، حكينا اكثر من جمعيه نحن عم نشتغل نتعاون معهم على الارض، مبادرون هن بيشتغلوا اكثر شيء على التدريب، ونحن بنتعاون معهم بتدريب شباب كوادر شابه. عنا ميك سنس بيشتغلوا هن كمان جمعيه جديده صار لها سنه بلبنان، وجمعيه فرنسيه بيشتغلوا على الانتربرونور سوشيال ميك سنس انتربرونور. فرنسيه انه اسم بالضبط اسم انجليزي. غريب. نعم. فكان هيدا، لقينا انه في يعني لقينا في قبول للفكره وحبوا يكونوا مساهمين فيها وبلشنا فيها على الارض يعني. اوكي، سو الفكرة هي انه راح يكون في تجمع نهار الاحد. صحيح، الاحد هو نشاط مفتوح لكل العالم، يعني أوكي. اي حدا بحب، هو حيكون بالباركينج المقابل يعني اول الحمراء مقابل لمطعم عليا عم نحكي. الباركينج مفتوح في اي حدا، حيكون في ستيج، وفي على ستيج حيكون في شهادات حيه لاكثر من 10 اشخاص، حوالي 10 اشخاص بالتتالي، يعني كل حدا حيحكي عن تجربته شو عمل. يعني انا حاعطيك مثال، مثلا احدى الشخصيات اللي حتكون موجوده على المسرح هي سيده سوريه اسمها رزان الحسامي. رزان اجت من بيئه بتعرف انه في بعض المجتمعات بسوريا مجتمعات جدا محافظه، فما بيسمحوا للنساء انه يعني بيكونوا عم يشتغلوا باماكن عامه او معرضين للاحتكاك مع الرجال، فبالتالي لقت انه وفي نساء كثير متعلمات او بحاجه للعمل لانه في ظروف اقتصاديه صعبه. صحيح. فحاولت تخلق مثل مركز، يعني بلش هو كمركز صغير وصارت تدرب النساء على مختلف مهارات، على مهارات مختلفه على حسب هن شو بيعرفوا، وانطلقت فكرتها من هون، يعني من هي معاناه شخصيه يعني ومن احساس بالمجتمع تبعها. قدرت يمكن قدرت تجذب كمان نفس الاشخاص اللي عندهم بالزبط. نفس المشاكل 100%. وعملت سنتر تقريبا بيستهدف، يعني هو بشامون بيستهدف تقريبا اكثر مناطق، يعني بشامون، عرمون، علي، خلدي، يعني اكثر تجمعات عم نحكي السوريه اللي موجوده بهالمناطق بتروح عندها على المركز. وبتدرس، يعني بصير في تدريب لليافعين عم نحكي شو تحت. حلو. حتكون هي من الاشخاص اللي عم يعطوا شهاداتهم؟ مزبوط. حلو. حتكون هي ومعها كمان احدى السيدات اللي تدربوا عندها اللي حتحكي كمان عن تجربتها كيف يعني ساعدها. يعني قد كمان صار في عندهم تغير جذري بركي بحياتهم من وراء انخراطهم بالعمل، وكمان عم بيقدروا يفرجوا المهارات اللي موجوده عندهم. 100%. طب عانوا من مشي، هلا بدي اعرف كمان اكثر يمكن مين البروفايل اللي عم بيكونوا موجودين، انه ناس ما كان عندهم شغل وقدروا اشتغلوا، بس كمان قد ايه المجتمع بيساعدهم وبنفس الوقت بيحد لهم من تقدمهم. صح، هو هيدا فكره النشاط هو اللي قلتي فعليا. نحن فكره النشاط انه نضوي انه هالناس بالاخر بغض النظر عن يعني عن ليه اجت وكيف اجت على البلد، هي بحاله يعني بالاخر بحالي مش كتير مأمن لكل القصص. صحيح. يعني بكفي من وين جايين، يمكن بالضبط، يعني رعب وحرب ودمار وايدنتيتي كمان، الهويه كلها تغيرت. وبالاخر جاي، واكثر اللي عم نحكي الناس اللي عم نشتغل معهم تحديدا هن يعني نساء ورجال متعلمين. بالتالي هون الصعوبه، يعني انه في يعني اكثريته متعلمين اللي عم نحكي اللي عملوا انجازات، لانه هذا كمان نحن بدنا نضوي عليه، انه انت من خلال حتى لو شو ما كنت متعلمة، مجرد ما يكون عندك كفاءة معينة بتقدري تحققي شيء. صح. يعني بتقدري تبني ولو شيء بسيط وبالحد الأدنى توصلي لأكبر عدد من العالم وتقدري تطوري. في دعم، أكيد في دعم، بس الدعم كان قليل، يعني حتى هن حيحكوا عن موضوع الدعم، إنه بالآخر حدا هن عم يعاملوا كغرباء، وعم يعاملوا كغرباء عم ياخذوا يمكن فرص لبناني بمحل ما، فبالتالي كمان هن عندهم مثل ما نحن يمكن اللبنانية عندنا هيدا الشعور السلبي تجاه إنه يمكن هن عم ياخذوا موارد لبنانية موجودة هون، وإنما هن كمان عندهم نفس الشعور، شعور لأنه اللبناني ظالمهم بمحل ما،
لانه مش هن اجوا بخيارهم، يعني لو ما في حرب ما كان، مش بإرادتهم مش اجوا. بارادتهم اجوا. فهي حلقه مسكره ولو وكل هي الواحد بيعيش كمان بيلاقي مية باب بالمية رزق لحتى يقدر. فهي حلقه مسكره، يعني لنقول انه صح المجتمعين او المجتمع الواحد اللي مشكل من كل عم نحكي من الفلسطيني والسوري واللبناني والجنسيات المختلفه اللي موجوده بلبنان، هي اللي بتشكل لبنان. اذا انت قدرت امنت حاله يعني متكافله، يعني تعليم، لانه بالتعليم هلا ما بنرجع بتقدري نشكل على المواطن، نشكل على الدولة اللي ما عم مية تعرف هي بالمية مية تنظم بالمية هيدا ونطلع نحن فيها بسواد صحيح. الوجه. بس انه غير الجنسيات الفلسطينية والسورية في جنسيات اخرى عم مشاركة بهيدا لا، بالمبدأ الفلسطيني والسوري كونه هن العدد الأكبر، يعني إذا بديك العدد الأكبر اللي صار له فترات طويلة مقيمة. طب كيف يعني قدرتوا لقيتوهم هون العشر أشخاص؟ كان في يعني حيكون في ناس بركز سبونتانية تطلع الخبرية ويحكوا أو بتمنى، يعني أنا بطريقة عفوية، يعني صراحة بتمنى، يعني إذا مفتوح في الباب مفتوح لأشخاص، الباب أكيد، يعني إذا إذا في حدا عم إذا يسمعنا عباله يطلع يحكي قصته في أكيد إذا في حدا يكون قبل بحب يعمل هذا مجهود. الشيء. بس تعرفي أنت قد إيه صعب على يعني أوقات الكاميرا، قد إيه مثلا كاميرات، قد إيه عالم جمهور، أنت على ستيج، مش كل العالم عندها القدرة جرأة. إنها تطلع وتحكي تخبر قصصها طب كيف لقطوهم هول العشر أشخاص؟ باسم مساعدة اللي قلت لك عنهم، يعني مبادرون. كان ودغري كان عندهم قبول للموضوع؟ بيكون في تردد شوي لما بتقعد بتحكي مرة واثنين معهم، بيكون بالعكس بيتشجعوا، لأنه خصوصي إذا يعني الهدف إنك تشجعي غيرك إنه يشتغل هو اكسبوجر كمان بالنسبة لهم، يعني لشغلهم. لشغلهم بالضبط يمكن عالم بتعرف عنهم أكتر، يمكن أشخاص في ناس عم تبرم عليهم مزبوط ليفوتوا معهم بجمعية وريفر أو شيء كمان، صحيح صح صح فهو باب لهم إنه اكيد، لانه بالاخر انت بدك تخلقي، يعني بدك تخلقي حركه، انه نحن النشاط مش بس شهادات حيه، يعني النشاط كمان شوي في ثقافه، في اشياء فنيه، في معنى فرقه اول هو مش حلو كمان ينعمل معرض وعم تفكروا بقصص لقدام انه بركي انه يمكن يضم هالاشغال اللي عم بيعملوها. هو هيدا اللي بعدني بدي خبرك، انه تفضلي. بهيدا النشاط نحن مش بس عنا ستيج وحكي، بيرفكت. كرمال هيك نحن حبينا نكون شوي موسعين النشاط، لانه انا بعرف قد ايه وانت بتعرفي قد ايه العالم ممكن تزهق من الحكي على صح، المسرح، بحبوا يسمعوا ويشوفوا بنفس يشوفوا الوقت. اشياء يمكن يشتروا غراض. فحيكون المعرض يعني عباره عن نشاط عن ستيج مع شهادات، خلال الشهادات في عنا فرقه فرقتين حيشاركوا، في عنا ستاند اب كوميدي حدا شاب سوري، عنا رشيد نجار حنختم فيه اللي هو مطرب حلبي سوري حيغني باخر الحفل، وباول حفل حنفتتحه بفرقه الصعاليق، كمان هي فرقه شابه بتغني بترجع بتعمل اعاده يعني اعاده لتوزيع للتراث السوري، وهن كلهم هو اجوا على لبنان، يعني عم بحكي خلال الفترات الاخيره، يعني خلال 4 سنين. عنا كمان ستاندات حيكونوا لكل جمعية، أو حتى مش من الناس بس اللي عم يحكوا على المسرح، يعني من ناس تانيين حيكون عندهم ستاندات وخيم يعرضوا فيها الأشغال اليدوية. يعني في عنا مثلا أكل من السويدة وحلو من السويدة، عنا أشغال يدوية معمول ريسايكلينج، كمان بتعرفي هلا أزمة لبنان برافو. بالزبالة، بلكي صح بنروح على هيدا الإطار. عنا ناس عم تعرض كتب، في يعني في كمان جو حيكون شوي متنوع للعالم تلاقي أشياء مختلفة تجذبها. هيدا رح يكون في إذا نهار الأحد صح الساعة 5 بعد الظهر، مزبوط، من الخمسة تقريبا لأي ساعة؟ للتسعة تسعة ونص، يعني للتسعة تسعة ونص، وبباركينج يلي مقابل مطعم عليا عليا على الشارع الرئيسي على للحمراء. الشارع الرئيسي. نحن بدنا مزبوط نتمنى يكون الخير أكيد، وعلى أمل إنه دايما يكونوا مجموعين لقضية أكيد سامية، والكل يعني بمطرح يقدر يلاقي حاله ويلاقي الطريقة اللي بيقدر يعتش منها. وموفقين، ميرسي كثير، وعلى أمل نشوفكم بمبادرات كمان أخرى وشكرا لك على وتكونوا معنا. هالفرصة. أهلا وسهلا. شكرا، رح نتوقف مع بريك، من بعدها بنكفي مع الشيف حسين ورشة ملح.